أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، نبدأها من هذا العطل الفني الذي أوقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة. إدارة الطيران طلبت تأخير كل الرحلات الجوية حتى الساعة 14 في بتوقيت غرينتش على الأقل بسبب عطل فني، فيما أفادت مراسلة الحدث بإلغاء 12,000 رحلة جوية على الأقل بسبب العطل الفني. البيت الأبيض قال إن الرئيس جو بايدن طلع على التطورات وأنه لا دليل على تسبب هجوم إلكتروني في تعطيل الرحلات الجوية، وأضاف البيت الأبيض أن بإمكان الطائرات الهبوط بسلام لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل الفني. من معي بيير غانم مراسلنا في واشنطن. بيير، لو تضع لنا، يعني هل توصلوا إلى سبب ما بيير بسبب هذا العطل الفني، وهل هناك إمكانية أن يكون هناك قرصنة من نوع ما؟ قبل قليل محمود وضعت المتحدثة باسم البيت الأبيض تغريدة أكدت فيها أنه حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على أن العطل هو نتيجة لهجوم سيبراني، وبالتالي نحن لا نتحدث عن هجوم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو من عمل القراصنة. لا سبب واضح حتى هذه اللحظة. الرئيس الأمريكي تحدث قبل قليل لدى خروجه من البيت الأبيض إلى الصحفيين، وقال إنه تحدث أيضا إلى وزير النقل وطلب منه أن يقدم أسباب لما يحدث حتى الآن في أقرب وقت ممكن، وهم سوف يبلغون الأمريكيين بما يجري. من الضروري لو سمحت لي محمود الإشارة إلى أنه لو نظرنا إلى خارطة الطيران الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك العشرات من الطائرات الموجودة في أجواء الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تحط في المطارات الأمريكية، ولكنهم ما فعلوه في وكالة الطيران المدني أنهم منعوا الإقلاع. يعني كل مطارات أمريكا متوقفة؟ الصحيح هو أن المطارات مفتوحة والطائرات تحلق في أجواء الولايات المتحدة الأمريكية وتستطيع الهبوط، ولكن وكالة الطيران المدني منعت الإقلاع. السبب هو أن هناك من ضمن نظام عمل وكالة الطيران المدني هناك نظام تعليمات يعطى للطيارين وللمطارات قبل أن يتركوا المدرج. هذه التعليمات تعطلت لا تصل إلى الطيارين، وبالتالي هناك خطورة على هؤلاء الأشخاص وعلى المدنيين والأشخاص الموجودين على الطائرة. فعلته وكالة الطيران المدني، قالت أن الأجواء مفتوحة، الطائرات تستطيع أن تتابع التحليق والوصول إلى المطارات وأن تصل إلى نهاية رحلتها، ولكن لا تريد أن تقلع أي طائرة إلى أن يتم إصلاح العطل. ومن الضروري أيضا محمود القول أن وكالة الطيران المدني الأمريكية قالت أن عملية الإصلاح بدأت بالفعل، ولكنها سوف تأخذ بعض الوقت لإكمال إصلاح هذه الأعطال الإلكترونية. طب بيير، ابقى معي، يعني خبرة الطيران معي. الكابتن طيار يوسف الهملان، طيار مدني من عمان. كابتن، يعني ما تلك الأسباب التي يمكن أن تعطل يعني إقلاع طائرات من المطارات والسماح لها بالهبوط؟ يعني أي أسباب يمكن أن تكون وراء هذا الموضوع؟ نعم، مساء الخير. سلام. يا سيدي، هو الإقلاع والهبوط ما في عليه أي خطورة أنا برأيي، لأنه الأجهزة التي تعطلت زي ما تفضل المراسلكم في أمريكا هو بيسموه نو تايم، وهو إشعار للطيار لتنبيه الطيار عن الأخطار خلال الرحلة وخلال مسار الرحلة وفي أي مكان وهي مكتوبة. أو إذا يوجد أي عطل في أجهزة التوجيه في المطارات المراد النزول إليها، وهذه تصدر على مدار الساعة. أنا برأيي ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والFAA هو استباقية، لعل هنالك، وأنا برأيي الشخصي وربما أكون خطأ، أن هناك يوجد هجوم سبراني وتم تعطيل هذا الكمبيوتر كبداية لتعطيل الأجهزة توجيه الطائرات. هو استباقية أوقف الطائرات التي تقلع
حتى لا يتم تعطيل الـ ATC اللي هو الـ Air Traffic Controllers في جميع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لا يوجد أي خطورة للإقلاع والهبوط إذا تعطلت هذه. هي مجرد معلومات وليست توجيهات. ولا هم بيسمحوا بالهبوط كابتن يوسف لكن لا يسمحوا بالإقلاع. يعني ماذا تعني ذلك أو ماذا يعني ذلك؟ الهبوط لأن الطيار عندما أقلع من المطار إلى المطار المنوي اللي نفرض أنه طلع من واشنطن بيدروا على دالاس نعم. من واشنطن بيدروا على شيكاغو وعندما أقلع كانت لديه هذه المعلومات وهو خلال الرحلة لديه هذه المعلومات لكن الطيار الذي يريد الإقلاع مرة أخرى يجب عليه أن تكون لديه وبين يديه هذه المعلومات نعم. حتى تجنبه الأخطار خلال مسار الرحلة. برأيي المتواضع هو استباقية لربما يكون هنالك لربما يكون هنالك هجوم نعم. أكبر وأعظم سبراني والله أعلم. بيير غانم إليك مرة أخرى. بيير في هذه النقطة يعني ما الذي يقال؟ يعني ما تلك الترجيحات التي يتم تداولها ليس من الجهات الرسمية لأنهم لن يقولوا كل شيء ولكن حتى من الإعلام من المنصات من غيرها؟ يعني من الضروري القول أن عند تعطل قطاع كبير مثل تعطل مثل قطاع الطيران يتحول الموضوع مباشرة إلى عملية تناحر سياسي نعم. وهناك طبعا إرادة لدى الأطراف المعارضة للحكومة الحالية بأن تلقي عليها باللوم. لم نرى الكثير بعد من هذه التصريحات ولكن قطاع الطيران المدني هو قطاع كبير وهو حيوي بالنسبة للأمريكيين. ليس هناك وضوح كبير فيما حدث حتى الآن. هناك الكثير من التحقيقات التي يجب أن تقوم بها الحكومة الأمريكية وهو سنرى نتيجة هذه التحقيقات خلال ساعات وربما بعد أيام. هناك دائما كلام على أن الحكومة الأمريكية تقصر أو تتأخر في عمليات الصيانة نعم. وكما ذكر ضيفنا الكريم قبل قليل ربما يكون هذا القرار هو قرار احترازي واستباقي لمنع أي مشكلة ممكنة تكون أكبر مما شهدناه حتى هذا الوقت أي إعطاء التعليمات إلى الطيارين قبل الإقلاع وسوف نرى بدون شك الكثير من التصريحات السياسية حول هذه المسألة. مرجح متى؟ يعني هل هناك توقيت معين لعودة الحركة إلى سابقتها؟ ليس هناك تأكيد حول ذلك. ما نعرفه هو أن هيئة الطيران المدني طلبت التوقف عن الإقلاع حتى الساعة 9 بالتوقيت الساحل الشرقي أي 14 GMT بتوقيت 14 GMT بالتوقيت العالمي. والسبب أستطيع القول أن أولا هم بدأوا بإصلاح الأعطال يريدون نعم. وقتا كافيا للتأكد من أنهم عادوا إلى المسار العادي وبعد ذلك سوف يعودون إلى حركة الطيران والتحدث عن مشكلة الازدحام التي تسبب بها هذا العطل وهذا التأخر في التحقيق. نعم يعني أنا بشكرك بيير غانم شكرا جزيلا لك وأيضا أشكر كابتن طيار يوسف الهملان كان معي من عمان شكرا جزيلا لضيفي الكريم ولكن القضية ما زالت مستمرة والتعطيل ما زال مستمر لحركة الإقلاع في كل مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.